الله أكبر الله أكبر. يعد جامع القيروان الكبير أو جامع عقبة بن نافع أول مسجد جامع شيده الفاتحون بشمال أفريقيا. وعقبة بن نافع الفهري القرشي هو أول من شرع في تشييده عقب الفتح الإسلامي، ثم جدد بعد ذلك حسان بن النعمان الغساني بناءه وتوسعته وتقوية بنيانه عام 80 للهجرة. جامعة بن نافع من القرن السابع 671 50 هجري من عقبة بن نافع. كل دولة جيل تعمل فيه تحسينات وتغييرات، من جملة الدولة الحفصية، دولة سنهاجية، لاخر حتى البيات، لاخر العهد البرجيبي. يتربع جامع القيروان الكبير على ما يقارب 9700 متر مربع بمئذنة شامخة يبلغ طولها 31 مترا ونصفا، وهي أهم ما يميز الجامع إلى جانب سواره الداخلية والخارجية، فضلا عن محرابه وعن منبره العتيق الذي يعد أقدم منبر بشمال أفريقيا. كما تتوسط فناء الجامع ساعة شمسية كان يعرف بها دخول أوقات الصلاة. اضطلع جامع عقبة بن نافع بدوره الإصلاحي والتربوي والتعليمي على مدار عقود من الزمن، فقد كانت تقام به حلقات الذكر وتدارس علوم الدين، وارتقى منبره كبار علماء الأمة منهم الإمام سحنون صاحب مدونة الإمام مالك. المنبر هذا هو أول منبر في البلاد الإسلامية صعد عليه الإمام سحنون رضي الله عنه، من كبار علماء شمال أفريقيا، قاضي كان على القيروان هنا. وهذا المسجد يعني يتلموا فيه يعني ما شاء الله الالاف في رمضان، معروف في رمضان في المناسبات الدينيه، يقيم فيه دروس دينيه في رمضان، تكون فيه حلق للقران، فيه تكريم للتلامذة للحفظ القران، وعنا دار قران قريبه من هنا تكون فيها الحفظ للنساء والرجال. يبقى جامع عقبة بن نافع شامخا بمنارته وبأسواره الشاهدة على أصالة وعراقة القيروان التي كانت إحدى كبريات قواعد الحضارة الإسلامية في شمال أفريقيا. محمد فاروق طولبية، نيوميديا تيفي، من القيروان.